حقيقة لعبة تشارلي والروح المسكونة بها. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. وهيا نبدأ. لعبة تشارلي أو لعبة الشيطان هي لعبة يقوم بها اللاعبون باستدعاء روح شخص يدعى تشارلي، ويوجهون له أسئلة تكون إجابتها إما نعم أو لا، وبدوره تشارلي يجيب. ولكن الأمر أكبر من مجرد لعبة. فكرة لعبة تشارلي: تشارلي الفكرة تقوم على مناداته واستدعائه للعب، ومن ثم سؤاله عما يريد اللاعب. لعبة تشارلي تشبه إلى حد كبير لعبة الويجا، إلا أنها تقوم على روح واحدة وهي روح تشارلي، وتكون الإجابات محصورة بين نعم ولا فقط لا غير. بينما في لعبة الويجا يوجد على لوح اللعب أحرف وأرقام، كما تستطيع اللعب مع أي روح موجودة وليس فقط مع روح واحدة. أصل لعبة تشارلي: جاءت لعبة تشارلي من مدينة مكسيكية، حيث كان الأطفال هناك يقومون بلعبها بهدف التسلية أو بهدف التحري عن أمر أو شيء ما، فيوجهون أسئلة لروح تشارلي، وهذا الروح يجيب إما بنعم أو لا، حيث تكون الإجابات موجودة على الورقة. من هو تشارلي؟ يختلف أصل هذه الشخصية التي تقوم عليها اللعبة، وكل الاعتقادات تدور حول فكرة أن تشارلي روح أو كيان يطوف العالم وما زالت موجودة حتى الآن. هذه الاعتقادات تقول: تشارلي لعبة فيها روح مسكونة، وتشارلي روح طفل صغير مات من شدة فقره في أحد شوارع المكسيك. هذا الطفل مات من شدة البرد والجوع، وبقيت روحه غاضبة تجول العالم. لكن هذه الروح لا تنتقم إلا ممن يسبب لها الأذى ويعبث معها أثناء لعب اللعبة، أو أن تشارلي روح رجل شرير كان يؤذي الأطفال في القرية التي كان يعيش فيها، ومن شدة بشاعة تصرفاته قتله سكان هذه القرية الصغيرة، وظلت روحه الشريرة في الأرض رافضة المضي في سلام. هذه الروح ما زالت تبحث عن الانتقام، أو أن تشارلي نوع من الجن الذي يتجول بين البشر دون أن نرى. إلا أن لعبة تشارلي قد تركت وراءها ضحايا عديدة. تلك هي لعبة تشارلي الشريرة. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وشكرا لمشاهدتك.